اليوم نحكي على الملف العراقي، آخر التطورات السياسية في العراق، مع ضيفي السيد منتصر الشريف، مختص في العلاقات الدولية في جامعة سوسة. سي منتصر الشريف، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك عسلامة. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. نحكي على الملف العراقي، آخر التطورات. مقتدى الصدر يرفض الحوار، يدعو إلى انتخابات مبكرة، يدعو أنصاره لمواصلة الاعتصام في البرلمان في بغداد. في سؤال سي منتصر، أين يتجه العراق في ظل هذه الأزمة؟ نعم، للأسف يعني ما نشهده اليوم في العراق من عدم استقرار أمني وسياسي هو تتمة لما أصبح يشهده هذا البلد بعد سقوط صدام حسين في 2003. ويعني تغيير شكل الحكم في العراق، يعني كانت دولة موحدة أصبحت دولة شبه فيدرالية، كان نظام رئاسي أصبح نظام برلماني، ودخلت عديد الأحزاب، وللأسف عديد هذه الأحزاب ليس لها ولاء للعراق، البعض منها له ولاء لإيران والبعض الآخر له ولاء للغرب، وبالتالي يعني يجد نفس المشهد ويجد المشهد السياسي العراقي نفسه أمام أحزاب سياسية، أمام تكتلات سياسية لا تنظر بالضرورة إلى مصلحة العراق وإلى مصلحة العراقيين. وهذا بطبيعة الحال كنا شاهدناه منذ 2003، وكان يعني حكومة المالكي وحكومة الجلبي وعديد الحكومات العراقية التي تولت على حكم العراق كانت يعني تأتمر بالخارج. واليوم للأسف يعني مقتدى الصدر والحكومة العراقية يخوضون حربا بالوكالة عن جهات أجنبية، فنحن نعلم جيدا أن مقتدى الصدر يعني ولاؤه هو ولاء للمرشد، وولاؤه هو ولاء ما نقولوش لإيران مباشرة، ولكن ولاء ديني أكثر منه سياسي. وبالتالي اليوم اجتياح البرلمان العراقي في تلك المشاهد التي رأيناها يعني تهدد حتى سلامة المواطنين وسلامة المؤسسات العراقية، هي دليل على يعني أنه آخر اهتمامات هذه الأطراف السياسية هي مصلحة العراق والعراقيين. يعني ما يحدث في العراق اليوم هو يكشف دور الأطراف الدولية والإقليمية، قديش عندها دور فيما يحدث في العراق من يعني صراع سياسي بين مختلف الفرقاء. أنت أشرت سي منتصر إلى الوضع الميداني، ما تراش اليوم أنه فما مخاوف قد تتحول هذه الأزمة السياسية ربما إلى صدام في الشارع، خاصة وأنه موجود السلاح ومنتشر السلاح في العراق؟ نعم، هو يعني ماهوش باش تنتقل، هي يعني انتقل شبه صدام بين، حاليا هو صدام بين قوات الامن وانصار مقتدى الصدر، ولكن تعلمون جيدا ان الحكومه التي هي مناوئه لمقتدى الصدر لها كذلك يعني انصارها في الشارع، وبالتالي للاسف قد تتطور الوضعيه الى ما يشبه الحرب الاهليه، ونعود الى الازمه التي شهدها العراق في 2003 2004 2005. يعني في تلك الفترة كانت هناك قوات أمريكية على الأقل، رغم أنها قوات مستعمرة للعراق، ولكنها كانت تحافظ على حد أدنى من الأمن في العراق. اليوم للأسف حتى الجيش العراقي هو جيش مسيس، الجيش العراقي يعني يخترق من قبل الأحزاب السياسية ومن قبل التكتلات السياسية، وبالتالي حتى هذا الجيش لن يمكنه أن يفرض الأمن والاستقرار إذا ما لا قدر الله تطورت الأمور إلى مواجهة بين المواطنين العراقيين. وبالتالي اليوم بالفعل الوضع في العراق يعني يذكرنا بمباشرة بعد سقوط صدام حسين فترة انعدام الأمن تقريبا، خلينا نقول حتى انعدام الدولة، لأنه اليوم خلينا نشوف الحكومة العراقية التي كانت تتباهى بأنها تفرض سيطرتها على المنطقة الخضراء، اليوم حتى في قلب المنطقة الخضراء أصبحت عاجزة على يعني فرض سيطرتها، ولا أدل على ذلك تلك المشاهد من اجتياح البرلمان العراقي. وبالتالي اليوم هذه الحكومة يعني تقف عاجزة أمام المواطن العراقي وأمام الاستحقاقات الأمنية للعراق.
طبعا نعرف أنه المنطقة الخضراء هي شديدة التحصين في بغداد، ومع ذلك يعني شهدنا تلك المشاهد واقتحام للبرلمان في بغداد. سي منتصر، نجم نحكي على حلول أو معادلة قد ترضي الأطراف السياسية في العراق وإلا الفرقاء السياسيين، أم أنه فات الأوان لتجاوز هذه الخلافات؟ للأسف ما دام في العراق وفي المشهد السياسي العراقي هناك المحافظة الحزبية التي هي يعني للأسف الوجه الظاهر للمحافظة العرقية والمحافظة الدينية في العراق، فما دامت موجودة هذه المحافظة يعني فلن يخرج العراق سليما ومتعافى من هذه الأزمة، لأنه في نهاية الأمر هذه الأحزاب السياسية هي في نهاية الأمر وجهة للتكتلات الدينية أو التوجهات الدينية أو التوجهات المذهبية أو حتى التوجهات العرقية في العراق، وبالتالي اليوم يعني ما ثماش هذه الوحدة السياسية، وللأسف ما ثم خليني نقول بكل مرارة أنه ما عاش ثم حتى هذه الرغبة في وحدة العراق، وهذا كنا اكتشفناه يعني مباشرة بعد سقوط صدام حسين والدولة التي تحولت إلى شبه فيدرالية، وتقريبا يعني شمال العراق كردستان العراق أصبح خارجا عن إرادة الدولة العراقية، ويعني انتماء شكلي للدولة العراقية، بالتالي أدى ذلك إلى تفكيك الدولة العراقية، ومخوفي كل الخوف أن هذه الأزمة تذهب في مزيد من تفكيك الدولة العراقية، يعني تفكيك المفكك وتفتيت المفتت إلى مزيد من التفتيت. نعم، مزيد من التفتيت، أي تأثير لهذا التفتيت منتصر على المنطقة كاملة في ظل هذه الأوضاع المتردية في عدد من الأقطار العربية؟ نعم، هي المنطقة بحد ذاتها يعني خلينا ما نقولوش فقط المنطقة العربية ومنطقة الخليج، ولكن المنطقة بما فيها إيران كذلك، يعني هذه المنطقة يعني البعض يستفيد من لا أمن في العراق، يعني دولة كإيران هي دولة مستفيدة من عدم استتباب الأمن في العراق، لأن هذا سيمكنها من أنها تفرض السيطرة، ما نقولوش سيطرة يعني مادية أو سيطرة يعني عسكرية، ولكن على الأقل سيطرة سياسية على منطقة الخليج. يعني إيران استفادت كثيرا من غياب هذه القوة العراقية، وأصبحت يعني تهدد أمن دول الخليج. إضافة إلى ذلك فإن عدم استقرار المنطقة في العراق سيؤثر على المصالح الأمريكية، وحينما نقول التأثير على المصالح الأمريكية نقول مباشرة المستفيد هو الدولة الإيرانية، وبالتالي اليوم كامل المنطقة، منطقة الخليج بما فيها إيران كذلك، مهددة يعني مما يحدث في العراق ومن عدم استقرار الوضع الأمني في العراق. سي منتصر، النجم نشوف في المستقبل وساطات بين الأطراف السياسية في العراق سواء أممية أو حتى من بعض الدول؟ للأسف باعتقادي أن هذه الوساطات يعني لن تزيد الوضع إلا تأزما، الوضع لا يمكن أن يحل إلا من داخل العراق، المواطن العراقي يجب أن يعكس رغبته في العيش داخل العراق الموحد، يعني ما دامت هناك هذه الانقسامات العرقية وكما قلت خاصة الانقسامات الدينية، فكل الوساطات يعني لن تأتي بجديد، يعني لعلمكم سيدتي الكريمة هذه الأزمة التي نعيشها اليوم نحن في 2022 تقريبا شهدنا مثيلتها في 2007 وفي 2008، يعني تقريبا التيار الصدري قام بنفس الشيء الذي قام به اليوم، مع اختلاف بسيط أنه لم يتمكن من دخول المنطقة الخضراء، لأنه في تلك الفترة المنطقة الخضراء كانت محمية من القوات الأمريكية، وبالتالي اليوم يعني ما ثماش حاجة جديدة، ما يقوم به التيار الصدري اليوم قام به في السابق، مع اختلاف بسيط أنه اليوم تمكن من دخول المنطقة الخضراء، هذا هو الاختلاف الوحيد باعتقادي. نعم، سي منتصر، مقتدى الصدر رفض الحوار مع بقية الأطياف السياسية، قال إنه سيتجه إلى انتخابات مبكرة، أي انتخابات في ظل هذا الوضع يعني السياسي المتأزم في العراق؟ ومقتدى الصدر يتحدث على انتخابات، كيفاش باش يكون يعني المشهد القادم في العراق؟ يعني ستكون بكل بساطة انتخابات للفئة الشيعية أو للجزء الشيعي والجزء المناصر لمقتدى الصدر في العراق، لأن مقتدى الصدر يسيطر فقط
فقط على الطائفة الشيعية في العراق، هناك الطائفة السنية، هناك الطائفة الدرزية، هناك يعني عديد الأطياف العرقية في العراق التي ليست متجهة في نفس الاتجاه متاع مقتدى صدر. لأنه كما قلت لكم اليوم الأزمة هي في الظاهر أزمة سياسية، ولكنها في الواقع هي أزمة دينية، أزمة عرقية، أزمة عقائدية، وبالتالي يعني معقدة أكثر، معقدة يعني معقدة للغاية. نعم. طيب في الحديث على تحالفات، خلينا نقوله شنو ما التحالفات اللي نجم يقوم بهم مقتدى الصدر في الفترة القادمة، خاصة وأنه يتحدث على انتخابات مبكرة. للأسف يعني منذ ظهور تيار مقتدى الصدر كفاعل سياسي، تحالفات هذا التيار كانت للأسف منذ بدايتها تحالفات أجنبية وتحالفات مع إيران ومع جهات أجنبية. يعني مقتدى الصدر يعني والتيار الصدري موقعه الجغرافي هو تقريبا في الجنوب العراقي، في الشمال وفي وسط العراق أغلبية سنية مناوئة بطبيعتها للتيار الصدري، وبالتالي الصدر والجماعات الشيعية الأخرى تحالفتها ستكون للأسف مع إيران، وستحصل على هذا الدعم من إيران كما حصلت عليه في السابق يعني من إيران. نعم. يعني الغلبة اليوم في العراق تكون للفوضى، للسلاح، للقوة، وليست للعقل. ألا يوجد عقلاء اليوم في العراق يمكنهم تهدئة الأوضاع أو على الأقل تخفيف حدة التوتر الموجود في العراق اليوم؟ نعم، قد نعول هنا يعني على وعي المواطن العراقي، ونحن نعلم جيدا مقدار هذا الوعي نتاع المواطن العراقي، لأن المواطن العراقي باعتقادي قد مل هذه الأوضاع، قد مل يعني الاحتلال، قد مل قبل الاحتلال يعني الحصار، وهذا المواطن في حاجة إلى أنه يعيش بسلام. يعني قدر المواطن العراقي من الثمانينات أنه يخرج من حرب ليدخل في حرب أخرى، أنه يخرج من عدم استقرار أمني ليدخل في عدم استقرار آخر. يعني في الفترة الأخيرة جزء كبير من العراق كان يرزح تحت الدولة ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش. يعني هذا المواطن العراقي باعتقادي اليوم هو الذي يجب عليه أن يرسل رسالة إلى الجميع أنه يريد العيش في دولة مدنية، يعني دولة الولاء فيها للعراق وليس الولاء للخارج أو الولاء إلى الطائفة الدينية. هذا هو باعتقادي الحل الوحيد، خلاف ذلك بطبيعة الحال سيبقى العراق متأزما وسيبقى العراق للأسف مريض. نعم. للأسف الشديد. السيد منتصر شريف، مختص في العلاقات الدولية في جامعة سوسة، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل في قراءة للوضع السياسي المتأزم في العراق. هكذا نكون وصلنا لختام غيكاب ميدي لليوم. نشكر فريق العمل أمنة بخيت في الأخراج التقني، للحصة سيف بولعريس في الديجيتال. تحية لكل الضيوف اللي كانوا معايا لليوم.